السلام عليكم. سويت تحدي الروب قبل تقريبا اسبوع، وكانت فكره التحدي اني احط له ابره في كوم اتقش، والتحدي كان بمنظوري وظهرت لكم بعض اللقطات انه تعجيزي. لازم تعرف عزيزي المشاهد انه هذا التحدي هو مستحيل، ولكن مع وسائل المساعده ممكن. في امل. تعجيزي اي بمعنى اني كنت حاط مستحيل انه ممكن يلقاه، ولكن يا جماعه الفاجعه والصدمه انه لقاه. في طيط، والله في طيط، والله في طيط، والله في طيط، روب الكهرباء، روب الكهرباء، والله العظيم إبرة، والله إبرة، والله إبرة، أقسم بالله إبرة، والله إبرة، والله إني إبرة، والله إبرة، أقسم بالله إبرة، إبرة، والله إبرة، والله إبرة. نعم، لقاه عزيز مصور، لقاه عبد الله، لقاه يا جماعة، لقاه، لقاه وأنا قايل له إذا لقيته لك سيارة، وأنا والله إني قد كلامي. لا والله ماني من الأشخاص اللي يحشي كلام، وإذا قلت أنا قد الكلمة أقول وطول بإذن الله. فأنا قلت لك سيارة، ولكني ما حددت ولا وضحت إيش موديلها وإيش نوعها. السيارة بإذن الله تشوفونها أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فورد فيكتوريا 2002، نظيف وكالة، ماشي 300,000. أنا ما حددت هذه السيارة، وبسم الله نروح نفاجئ. يلا أسويها يا جماعة، بالله عليكم أسويها. تعالوا خلوني أقول لكم قصة بعيداً عن يعني عن صناعة المحتوى وعن الأشياء الجانبية. خلوني أسولف لكم عن أحمد والناس والشاب اللي حوله. لو أذكر بالأسماء وأدخل بالتفاصيل أباطيل، ولكن أبعطيكم رؤوس أقلام وأنتم ممكن تفهمون قصدي وتفهمون الشيء اللي بيوصله لكم. العيال بدون استثناء في المرحلة الحالية الجميع في سن المسؤولية، والسن هذا هو السن اللي يبدأ الواحد فيه ممكن يبدأ يأسس أسرته ويأسس حياته الجديدة. فالواحد يبدأ يحاول قدر المستطاع أنه يجمع فلوسه، يجتهد، يشتغل أكثر عشان يقدر ينتج. فأنا من الناس الحريصة أني أدعم أي شخص مجتهد، سواء بمحتواه أو بيننا حنا العيال أو يساعد العيال. كيف يا أحمد؟ أبعطيكم مثال. قبل فترة العيال ما قصروا، بدروا في رفل أهد وصاحب سيارة. والله العظيم أني انبسطت مرة وزعلت شوي لأني ما كنت أدري، كان ودي أساعدهم بالموضوع هذا. فلذلك إيش سويت أنا؟ قلت بنفسي أحمد أرفع المعيار شوي وخلي الموضوع يكون فيه مشاركة. فرحت تواصلت مع إدارة باور بنفسه، وبعطيكم الملخص. سلام عليكم يا جماعة، الفكرة كذا كذا وصار كذا كذا كذا، عندي اقتراح، ودي نفاجئ روب بسيارة عليها الكلام، سيارة ينبسط صدق، سيارة تغير نفسيته، سيارة تفرح، تحمس، تخليه يجتهد أكثر، تخليه يحرق للناس محتوى أكثر. فالإدارة ما قصرت معانا، وبإذن الله إن روب يستاهلها، والله يعطي خيرها ويكفي شرها. السيارة هي BMW. طيب يا جماعة، الفكرة بكل بساطة، وأول شيء الجميع بدون استثناء قولوا ما شاء الله تبارك الله، والله يعطيك خير ويكفي شر. للناس اللي ممكن تقول يا أحمد أنت قاعد تكذب ولا شيء، أنا متوقع الأشياء هذه احتياطا، فراح أوريكم الآن الاستمارة، لأن روب ممكن برضه يكذبني. المالك طبعا جوالي أنا أبو ريالين، وهذه الهوية قدامكم، بس طبعا ما راح يظهر لكم المعلومات. الموتر مو بوكالة، مستخدم، ما أذكر تفاصيله وقيمته، موديل 2020. خلونا نسمع بالله. مقطعنا اليوم برعاية انفيني ارك. اليوم جايب لكم عرض قوي مرة من انفيني ارك. أي منتج تشتريه من جيجا بايت موجود عليه كود خصم. أي منتج عندهم تدخل تاخذ أي قطعة تعجبك تستخدم عليها كود خصم يخصم لك. طبعا عندهم شيء مرة رهيب واللي هي التجميع المميزة الجيجا بايت. حتى التجميع المميزة تقدر تستخدم عليها كود الخصم ميجا 100. في تجميعات للجيمرز، تجميعات مره رهيبه مضبطينها جيجا بايت. اللي حابين يشترون البي سي وتجميعات العاب احترافيه، ترى جيجا بايت عندهم تجميعه خرافيه خرافيه مره. بعد تجميع تقدر تستخدم كود الخصم ميجا 100. واخيرا في مسابقه مسويها لكم على تويتر او اكس، كل اللي عليك تسويه تتابع الحسابين الظاهره امامك على الشاشه وتدخل على طول السحب. اهم شيء اذا تشتري اي شيء من جيجا بايت لا تنسى ميجا 100. الروابط جميعا راح تكون تحت في الوصف، ولا تنسى خصومات الرهيبه حقت جيجا بايت. شوبينج ممتع ومشاهده ممتعه للمكتب. طيب يا جماعه الان بدق على روب، انا معطيه علم اني جايك وتجهز السياره معاي، فهو الان بنروح له بالسطحه
على انها الفورد بس ما راح اطير المقلب، بعطي كذا ورقه اللي هذه السياره بعدين يلا تعال خذ سيارتك. يا اخي رد الله يرحم والديك، هات تبغى تلطعنا بعد. لكن انسى امها واخذها وابيها مره ثانيه. طبعا نذكر يا جماعه الخير انه بور. هلا روبي. هلا حبيبي. انا جايك الان مع السطحه ومعي السياره ترى، تجهز. شو؟ اي نعم تجهز نعم الان. خمس دقائق مو خمس دقائق، دقيقتين واطلع لي برا. الحالي. اسمع اطلع لي اطلع لي تدري وين؟ وين؟ قدم شوي. قدم شوي وين؟ يعني اطلع على الشارع. يعني قدام خذ يمين ومش سيده. اوكي. اسمع. لا تجيب احد معك لحالك. يلا. ولا ترفع الطموح عالي ولا تتحمس واجد. لا تكره. لا تنسى صناعتنا احنا نصنع محتوى واحنا ندعم بعض. لا بس مو بكذا، تحدي هو. تحدي خلاص بتفوز، انا قلت لك سياره، يلا خلاص تعالي هناك واسكت. يلا اوكي اوكي. هذا الشيء ذا. اللي كنت اقول لكم باور ما قصر يا جماعه، ترى باور تكفلوا بجزء كبير من المبلغ وساهمت انا في جزء من المبلغ. فالله يعطيهم العافيه. ايضا لا احد يتحمس من صناع المحتوى مستقبل، ترى مو كل السيارات كذا، احنا بين فتره وفتره يعني نشطح باشياء من باب المساعده للشخص ومن باب الاسعاد والى اخره، فاهمين قصدي صح؟ بكره اسوي تحدي الطاوله تطلب لي بين بقول لك اذلف اضرب الباب، من الان اقول لكم ما حد يرفع السقف، السقف بينزل زي ما كان، اكسنت كوريلا ممتاز. ليش ما نكون هنا هو يجينا؟ عشان ما اشوف السياره. اسمع قبل شفت اللفه ذي على اليمين؟ وقف قبلها. عبد الله ورانا؟ الله يقطعه. عبد الله هزبن وقف وقف هنا وقف هنا ثواني وقف هنا ثواني اشر للرجال اشر للرجال اللي وراك عبد الله ارجع ارجع ورا ارجع ايه روح هذاك هناك تشوفه دق 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 هلا روب الو جايينك جايينك ها يلا يلا اسمع لا اذا جيتك بعطيك مالك مالك حقك معي عشان صوتك يطلع طيب لا تطالع جنبي مو ترى يا احمد لا لا ايش الجيب لا لا مو راح راح اشو اسمع اسمع لا تطالع فينا خليك مطالع سيده تمام اي عطني ظهرك وروب دائما تذكر البساطه البساطه الله الله فيها الله يرحم والديك الله يرزق الله يرزق يرزقكم يا جماعه الله اسال الله انه يرزق كل واحد يشوفني الان بس هنا وقف يمين هنا هنا بالضبط هنا ايوه خليك خليك طالع هناك ما يشوف بس خليك 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 طالع هناك ايش الادرينالين الادرينالين مرتفع طيب لسه امسك تعال هاك البس اول شيء اصبر يا اخوي هو هنا ما يبان شيء ورا هو ما يدري شو ورا السياره صح؟ يعني شوف انا بقول لك انا قلت لك في المقطع اسمع لا لا, لا, لا وجهك ما يطمن لا والله بكون معك صادق انا طيب انا قلت لك في المقطع ان لك سياره صح 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 انا قلت لك والله راضي بشيء خلاص بس يعني هي كذا قالت كذا فاهم؟ سياره توديك وتجيبك سياره كويسه روب احسن من سيارتي؟ ما ادري عادي اذا هي احسن انا بنظري انا بنظري اشوف انها احسن اوكي كذا بنظرك ان شاء الله مصور شو تقول احسن؟ صور مره اليوم مبسوط مصور مبسوط مصور إيه؟ فاسمع هذه السياره انا بعطيك نصيحه لي. فيها حلوه والله حلو وانا تعرف اضبطك بالمحتوى صح هي يعني ما هي بالسياره العاليه انت ايش فيك متوتر مره هي مين السياره اللي مره هو برد ولا انا مستبرد سو عليها جيف اوي اسوي السياره جيف اوي إيه؟ سيارتي جايبها إيه؟ جيف اوي عشان توصل 300 تسوي عليها جيف اوي يلا خلاص ليش تسوي عليها جيف اوي؟ يلا خلاص غمض ولا اروح كذا لا لا روح حالك خالد استغرب وتذكر يعني احنا نصنع محتوى مع بعض احنا يلا شوف شوف لا حط على باور يعني وش هذه عارفها والله اني عارف الموتر والله تستهبل صح؟ لا والله العظيم تستهبل ولد سياره أحمد. سياره جتك خلاص احمد في ذمتك؟ نعم مصدومه ليش طيب؟ احمد خلاص سياره بتنتقل باسمك هذا اللي جاك ومني الله يرحم والديك روب لا تقعد تقول لا صل صل الناس بعد كذا بتقعد تقول لك لا 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 لا, لا لا والله لا مو بسالفه زعلت دقيقه دقيقه خلاص سياره والله ذي قد ركبتها ايه هذه حقتنا بس الفريق اعطاني اياها اقول يقولون خل روب ياخذها خلاص حقت سليمان إيه؟ مع سليمان ايه يقولون ما فيها مكيف ما تمشي ما في فرامل والله ما في فرامل عادي يعني ايش تبغى اجيب لك بورش
لا ما قلت لك تجيب بورش. ها؟ سيارة أحسن من سيارتي، أنا معي سوناتا 2016، هذه 2002 مدري 2001. طيب كويس. ما بكويسة. ما تبيها بيعها. طبعا ما بيها. خلاص سوقي فوي عليها. لا طبعا سوقي فوي سيارتي. طيب انزل انزل. لا والله ما انزل، والله ناخذها. خلاص انزل. والله ناخذها. بجيب لك أحسن منها. والله ناخذها. حبيبي. ما ينفتح الباب أحمد. خلاص انزل. تخسي وتعقب. خسي وتعقب. والله انك خسي وتعقب. والله انك خسي وتعقب. خسي وتعقب والله انك. لا صح؟ والله ورب العزة دي سيارة. بالقسم بالله ورب المصحف الشريف ان هذه سيارة، ما احب المقلب انا للمقالب. يرجع لي اموت يمينا بعز رب العباد ان هذه سيارة. والله العظيم ابو شاهد ترى باور متكفلين بجزء كبير منها وانا متكفل بجزء صغير. لا تشكر اشكر الفريق. انا ساهمت في الموضوع ابو شايق. والله ما طقطق. والله ابو شايق والله ما طقطق ورب الكعبه ما طقطق. ترى جايب لك فكره محتوى تستخدمها عليها، ما ابغى العيال يدرون. شو والله العظيم انزل بتشيلك بتشيلك صح. دقيقه اي هو قاعد يحس مصدر البركه. والله ما طقطق يا. طيب اصبر 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 هو يحسبني اطقطق. شف ما ادفق بعد عزوز اخر مره ما ادفق. اقرا شاي القحطاني بي ام 8-8-0. اي والله الناهي ما بينتهي المقطع وشاهدين على كلام الا هي منقوله باسمك. والله العظيم والله العظيم هذه ما بيها باذن الله. هذه ما بيها خلاص تركت هذه. هذه ما بيها. شوف الموتر انزل شوف الموتر انزل شوف الموتر يا ولد. والله يا ابو شاي عندنا هلي. والله لك والله كنت قاعد ادور لك موتر شايفك انا قبل كم يوم. والله لك والله موتر ان شاء الله قريب انا بعدين. طبعا ما غسلت روب ولا سويت شيء ما مداني يا عمي. لا تغسلها انا اسوي لها كل شيء. والله العظيم ابو شايب والله لك ورب الكعبه قل اقسم بالله. والله العظيم من هلك. والله العظيم مو مقلب يا ابن حلال. اقسم بالله ان هذا السياره بنقولها باسمك اليوم ان شاء الله او بكره لان المرور والقروش حقتها ما ادري يفتحون اليوم خميس ولا لا. احنا خميس طبعا. يا ولد مبسوط؟ لا لا ما ادري ايش اسوي. سهل الله يعطيك خيرها يكفيك شرها. خلاص ايش باقي اجل؟ باقي الشقه ان شاء الله وبنت الحلال والزواج والامور الطيبه. الله ييسر لك قولوا بيذكرون الله ويقولون ما شاء الله مبروك. يبي له تحدي قش ثاني شقه. لا ما في قش ثاني ما عاد فيه الان. انا قاعد اقول لهم ما عاد فيه تحديات الآن. الميزانية بنوقف تحدي الطاولة لمدة شهرين. ما في تحدي الطاولة انتهينا خلاص. وين المفتاح؟ يا ولد وش هذي؟ عطنا مفتاح خلي يحس. اركب اركب. كم موديلها أبو شايب؟ 20 20؟ اي مستخدم ترى يعني أتوقع وكالة. لا يا حبيبي 20؟ 20 نعم. مفتاح أبا عيد مرة ثانية. اي لازم 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 أكد كلمتي هذه عشان يستوعب كلامي. روب اولا الله يعطيك الخير. خذ انا ادري انك الان انت تحسب اني قاعد اصنع محتوى انا مو بجاد. ما في مشكله خذ انفاسك ما في مشكله. ولا احب اللحظات الشعريه المشاعريه هذه ما احبها. انا ما احبها بس اسمعني والله كيف ابى اقول لك شيء. لا 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 اقول لك دقيقه ميوت 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 انا الان. شوف اولا تشكر رب العباد، ثانيا تشكر المتابعين، ثالثا تشكر الفريق، رابعا تشكر مصور. مصورك. اما انا سويت تحدي انت فزت علي يعني ما استحق اي شيء. لا والله لا لك شيء. خذ راحتك يا حبيبي. في اشياء هنا بس يبغى ترتيب معليش. يمكن في حاجه ناقصتني ما ادري. السياره مأمنها. شوف مأمن مأمنة بعد. اي مأمن وفيها عازل وكل شيء ذي النانو والسواليف حقتهم. ضبط امورك بعدين استكشف على راحتك. ابغى اخليك تاخذ راحتك مره وبعطيك اسمع الفكره اسمع الفكره. شوف في تحدي ثاني. لا 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 خلها بنفس المقطع. طيب شوف العيال ما ابغاك تنزل المقطع هذا. انا مصورك جاهز كل شيء مقدمه وكل شيء قلت لهم. لكن ايش بك تسوي؟ عيد كمل انت تسولف معاهم لكن ابغاك تاخذ رده فعل العيال بطريقه ثانيه. دق عليهم قول السلام عليكم انا رجال ابغى سلف، خسرت بتحدي السياره حق شونغ وما جبت ما طلعت الابره كلهم يدرون وما جبتها ابغى سلفها بطلع اجيب لي موتر. اوكي وقول لهم يحولونك مو يقولون لك تم يحولون لك اطلب مبلغ يعني اروح امشي العيال كلهم. نعم وبعد ما يخلصون شوف الصادق والكذاب وادخله بالسياره. احسن انهم شارينها لك. اي احسن انهم شارينها لك. مشي الليل ثم رجع فلوس. طيب شلون ما اوريهم؟ بعدين في المقطع خلها محتوى. هذا زياده قاعد اعطيك محتوى. ورب الكلمه قاعد اعطيك محتوى يا رب. والله مو بوقت المحتوى. لا خذ راحتك مو بلا مو براحتك سوي شوفونا لان الحين عند الفله. خذ راحتك تفرج فيها على راحتك ها؟
انا بنتي دوري الان مستحيل انا فارس دق علي روب قال روب ما فيهم مستحيل فارس دق علي قال غرفتك بتودع الملعب علم علم على الجير صلي الجير عشان ما تجيب العيد اسمع خلاص بعدين بعلمه ثم يرجع لكم يقول تضغط هذا كذا وتمشي السيارة والله ما تمشي والله علم المميزات هي لازم تضغط بنزين عشان تمشي يعني اوتو هولد والله هزه ايام السرعه والله ما في اوتو هولد بسم الله يا اخوان اقسم بالله مستحيل مستحيل اني انا املك في ام يا اخوان اقسم بالله مستحيل والله البس حزام يا اخي لما الحين احسن في مقلب مع انه راح تراك وعدني بخمسه والله توقعنا من بسحب على امك ما توقعنا فيه والله ما توقعنا فيه يا ولد والله اني قايل لك ولله والله اني قايل لك ولله والله يا اخوان اقسم بالله اني متوتر والله العظيم ما اعرف كيف اوصف الشعور هذا شعور مختلف والله العظيم شعور مختلف اخوان انا جتني هديه سياره اتوقع وجهي باين كل شيء صح؟ ما يحتاج؟ انت كنت وجهي ما يفرق ايش صح؟ شفت كيف كان وجهي؟ بعيد اغسل شفت وجهي؟ طيب احمد يقول وقف سيارة بعيدة سوي مقلب فلير بس ما ابي اوقفها بعيدة خايف عليها وانا احطها فيه ما تدخل في جيبي طيب باذن الله اذا هذه السيارة صدق بور وشونج جابوها لي اذا هذا الشيء صدق فاهم الحين مو مقتنع 100% حلو؟ إذا هذا الشيء إذا مش هذا المقطع 100% صدق أقسم بالله أن السماعتين اللي أعطيها أمي والله العظيم أنها زعلانة مني لأن المقطع الحفرة كانت مرة زعلانة مني أقسم بالله أن السماعتين اللي هي أغلى ما أملك سيارتي الوحيدة وأن هي أصلا أغلى ممتلكاتي في الحياة أنه أقسم بالله أعطيها أمي دبها تحرقها تبيعها تسوي اللي تبي فيها أقسم بالله أعطيها إياها والله ان هذا يرضى ويمي ان كانت هذه السياره كان مبيع كان مقلب مو ما في الا السياره اللي عندي تعرفين ولدك طبعا احمد قال لي شيء يعني يبيني اسوي تجربه مع العيال اشوف من اللي راح يوقف معي اذا انا احتجت او لا الحين انا قدامي شيء واحد اني هو يبيني اشوف ان هل صدق العيال اللي هنا اللي انا عايش معهم من 2019 2018 عايش معهم اكثر من 4 سنين هل هم فعلا بيوقفون معي اذا احتجت او لا والمشكله ان انا اشوف ان احتاج السياره لما معك سياره مو باحتياج ولكن احمد اعطاني الفكره هذه وانا بحاول اسويها بكل ذمه وضمير ابي اشوف مين راح يوقف معي اخواني اللي هنا اللي انا اعتبرهم اخواني واللي الكل يقول اخوان وعائله تبون هل هم بيوقفون معي او ما راح يوقفون معي بسم الله ان امام صدمه الحين اقسم بالله ان ما حد يدري عن اي شيء توكلنا على الله قلت لي بيان ايوه الموديل الجديد نفس اللي تبغاها ولا غير انا كنت ابي اصمم مرسيدس ايوه طب ليش ما ليش غير قصدك عشان ميزانيه اسمع انا لقيت سياره صيده مره صيده لكن يعني صيده هي صيده لكن الميزانيه مو بصيده فهمت بس ما ادري تتبع لي شيء ماشي نكلم العيال كذا كذا واحد احول كذا مبلغ فهمت انت تقدر تعطيني شيء اصلا انا حسب كم تبي اي شيء انا لا ما نبقى قايل مثلا لا انت انا فهمني انا عادي خلاص اذا انت عادي كم تقدر تعطيني على حسب انت كم تبي انا الحين المشكله وش هو توقفت لازم اشتري السياره بسرعه حلو انا قلت لك انا ايمن والله كم تقدر تعطيني تقول لي ابغى كذا لا 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 عندي اعطيتك لا انا ما ابي اقول لك حبيبي انت ما عليك انا ما ابغى اقول لك والله انا اقدر اعطيك حلو كذا زين وانت اللي تلقى ما فهمني طيب لا انت فهمني يا اخي فهمني انا بجيبها انا اقول لك عطني تقدر انا ما ابي اي جي اقول لك مثلا خالد انا احتاج مبلغ فلان اي ما راح اقول لك مستحيل انت مثلا بتعطيني 100 ريال عادي بجمع يا اخي اسمعني انا فهمني انا فاهمك انا عندي صرافه بخليها حلو احول اي احد حول لي بجمعها كم طلع معي مبلغ حلو كم ناقصني ينقصني راح اكلم سلطان صلى على النبي اضمن من عندي حلو الى 40 لا ابي 40000 لا اوفر ليش؟ اوفر لا اوفر كثير مره خالد كم؟ لا ابي شيء انا فوري الحين يعني الحين تقدر تعطيني فوري الحين ما ابي 40000 انت على ما يمدي انت لازم اي ما يمدي انا مبتلش الحين ليش انا قاعد اكلم العيال؟ لو انه بيطول كم بكلم اي احد؟ كم تقدر تعطيني فوري؟
ما عليك المبلغ، لا تشوف المبلغ. انت كم تقدر تعطيني؟ الحين عندي اعطيك 5. انا ما ابي اعطيني شيء ثم ياثر عليك انت. لا لا انا 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 لو اعطيتك 5 انا مو مؤثر عليك. إيه؟ مو مؤثر عليك يعني الشهر هذا مو مؤثر عليك. يس انت تقدر تعطيني اياها الان؟ شلون تحول لي اياها؟ طيب بنك عندك حسابي ولا اعطيك اياها؟ لا ارسل لي توقع عندي ذاك هو نفسه؟ الرياض ما ادري وين. انا عندي واحد الرياض. تحول لك تحول لي ايش اللي كان عندك؟ الرياض. الرياض؟ أشكيه. أنا أقول لك شد 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 أنا ما أقدر أنتظر. أنا لو بنتظر كان رحت كلام سلطان وحاولت ما لا لا خذيت من سلطان الحال كدينا نية مين يقدر ندبرها فهمت؟ بروح أدبرها مع أخوي بروح أدبر ما أقدر أدبر كذا فهمت؟ المشكلة اسمعني المعارض جمعة فهمت؟ جمعة هي اللي تجي السيارات فلو لو هذا ما كلمته وأكدت معه اليوم في الليل تجي خلاص يعني أنا لو جيت مثلاً انا اتكلم عن الناس يشوف العيد لو جيت حقه ال انا خلود خلود ادري ما تقصر بس انا ما ابي ما بيصد لا اضغطك ولا بي ولا اقدر اتاخر ادري انك متى منضبط ما ابي اتاخر بس ما ابي برضه فهمت؟ لا لا صدق اتكلم ما وراي شيء خلاص بس هذا حاول بس دف لي باسرع وقت هو نفسه؟ اي هو نفسه الرياض يا اخي انزق هيني مره مين يا اخي انزق هيني مره مين انزق يا اخي حد بشاي انزق هيني مره انزق هيني مره حد سياره انزق هيني مره وشو يا اخي من ذا قلب امه ما قلب فهمت مين وش قلب هيني شو قلب هيني على اساس ان ذا قال ايش اسوي لك مع البراو قاعد تفقش عليه مدري وشو ايش قال لي بقى تفقش عليه هو يقول لي تفقش قاعد تفقش عليك والله ما كل شيء موجود دراج موجود كل شيء موجود يمكن ما حطها طيب الكتيبه طبعا الكتيبه ما حطيتها ما حطيتها والله اجيب المصحف واحلف قدام حلف لي عندك والله ما حطيت شيء حطيت مصحف مو مصدقني انا اريد اصلا قدر سياره فهمت وكل شيء صدق اني انا مقدر سياره ناقصني مبلغ فهمت على اساس انه هو شفت قلت لك لو يجيب لك ريلا عادي 70 ريال فدي امه لاني وش ناقص مبلغ انا ايه كم مبلغ؟ شوي انا كم؟ 60 كذا لا دقيقه صار انا ما بك تدوب تعطيني مبلغ كذا فهمت؟ اي لا انا اقول لك لا تشيل لا مبالغ لا تشيل لا لان هو اللي انا مش شايف السياره يعني زي اللي بتبي ولا لا لاني انا موقف فهمت؟ لا لان جمعة مع السيارات بود سيارتي وانت قاعد تلطعني وانت ندري وشو ما ادري فهمت انا صدق قد احاول اخذ العيال قد يعني اقلل العدد الناس اللي بيعطوني بحيث اني اقدر ارجع لهم طيب سواء قدرت ارجعها اول شيء لازم تعرف شيء محمد من الاخير اول شيء لا تحط في بالك انه اي شيء مالي راح يوقف في وجهك هذا شيء هذه نقطة حطها في بالك على طول لا تولي لا انا اقول لا تحط في بالك لا تتخلي ان الاشياء الماليه بتوقف وجهك لانها في مليون الف حل في مليون الف حل هو في حلول بس تسوي فهمت؟ ايه؟ يعني مو زي ما تقول مو بوقتها طيب لا ابشر متى ما بيك تعطيني كذا تقول لي ابشر لا والله لا انا اقول لك انا بالنسبه لي انا يا بدر ماني جالس اصرف انا يا بدر ماني جالس اصرف انا صدق متى بيك؟ انا ذا بروح لبكره ما مستحيل توصلك طيب ما انا عشان كذا ما بي تعطيني كتب في المبلغ كامل فهمت حاول اخذ منك وحاول كم تبي اليوم تبي كم ابي شيء انا عشان بروح كم اليوم تبي اللي تقدر عليه كم تبغى لازم تقول ما انت مو اللي تقدر ما ادري كم تقدر تحول 60 لا 60 اوه لان اريد انا اخذت مقالة 5 كم طيب عطني تقدر عليه اللي تقدر تحول لي حول لي اقدر محمد انا ما ادري وش الشيء اللي يخليك خلاص يتمم الموضوع انا لو قلت له انه اوه عندي مبلغ جاهز خلاص انه اوكي وشفت السياره فحصتها اني اقدر اخر في الفحص زي كذا اني اشوف سياره وافحص زي كذا لين طاح تكمل تم كم بس انا ما اعرف كم اللي تبغاه انا قلت لك مبلغ 60 60 حلو طيب انت كم تقدر تعطيني اياه اساس نقدر عندك حل عندك حل الحل الاول اذا تبغاها الان اقدر احول لك 40 الان احول لك 40 طيب اذا تبغاها الى الاحد تنتظر لي الى الاحد تحول لك 60 انا لو انت حولت لي 40 اتوقع اني بقدر اقول خلاص على حد عشان احول لك اياه عشان البنكيه والامور هذه فهمت؟ خلاص احول لك الحين عندك سحابي؟ لا اعطيه
اخر كم؟ 994 اي 994 تم اخي والله شكرا مره. الاحد يوصل ان شاء الله، اذا وصلت في حملات ممكن توصلني الاحد. والله والله شكرا مره. والله ابشر 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 وينك هنا انت؟ ها؟ عمرني البيت حاج. ايش فيك كذا كانك منصفط وجهك؟ اخي والله ما منصفط. صدق انه يعني والله العيال ما قصروا. ولكن زي ما تقول اني بكمل مبلغ ناقصني عشان اشتري السيارة. وش صدق ما ابي اقول لك المبلغ عشان ما تعطيني شيء يمكن فوق ال فوق قدرتك فهمت، بس عشان ذا نعرف ان ما انتم مقصرين ان شاء الله. لانه والله يعني ما ودي اقول الصدق ان اكثر من واحد قد اشوفها يعني كلمت خالد قد يضغط على نفسه فهمت، ما بيوصل هالشيء. فالصدق ابيك تعطيني اي شيء تقدر عليه عشان اقدر اكمل مبلغ. السياره يعني لقيتها نظيفه كل شيء لكن كلف اكلف الصدق شيء، مو بسياره عاديه فهمت. صدق الدنيا غير سيارتي. أنا بالعكس بعينك بقدر عليه ما راح أجامل. أي بالضبط أنا ما أبي شيء يصير فوق طاقتي فهمت. بالعكس بالعكس بالضبط ما لم تحتاج إحنا بنقف معك شتاء كلنا نشتاء. أي بس أنا يعني أهم شيء إنه ما ضغط على نفسك فهمت. لو فيها ضغط تعال. وإذا ما تقدر قل لي بعد ما أقدر. ولو ما بقدر بقول لك أنا بعطيك اللي أقدر عليه، وإذا هي قليلة بعذرني وإذا لا لا أقولك شيء والله أعطيني 50 ريال إني راضي والله العظيم إني قاعد أحاول إني أكمل مبلغ فهمت. لا والله ابشر شهر ما تكسر. طيب حسابك وشي رياض؟ اي رياض عادي تقدر تحول لي اي شيء. انا عندك رياض صح؟ اي رياض عندي. ها يا اخي متقروش مره يا اخي. هو ولا هو؟ تسهل يا رب. ما عليك عندك مقدم ان شاء الله اعطيك خيرك ان شاء الله. يا حبيبي خلها تجي اول. تحمستني وشي خلها تجي احسن والله. اخي الله يعطيك العافيه والله. والله ما ادري ايش اسوي والله. والله وقفتكم هذه صدعت بي والله. والله يا شايل همه بشكل. شايل همه بشكل. ليه؟ يعني ما تعرف ما احب الدين ولا احب اطلب احد ولا قليل مره ما اطلب احد. ما زي ما تقول الظروف ها صدعت فيه. حددت؟ لا والله. هذا اللي اخذ حسابك؟ 994 يعني. والله ما تقصر مصلح. ايش دعوة حاضرين كلنا. اي والله ما تقصر. كل الشباب ما راح يقصرون انا عارف. والله العظيم اني منصدم. منصدم انه قد انه يعني زي خالد قد يحاول يضغط على نفسه مستحيل ما توصل فهمت. انا اقول له لا ترى يعني في الاخير يعني بشتري سيارة ايش فيك هدي. بالاخير لا يضغط واحدة نفسه. اي هذه عشان كذا الحين خلاص يعني والله ما عاد اقول كم. ما انا قايل له كم ناقصني فهمت. أيه. خلاص عطني اللي تقدر، لو تعطيني 100 ريال عادي خلاص فهمت؟ لا والله وصلتك؟ عادي والله. اي والله وصلت، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لا ما تقصر يا ابو صالح. ان شاء الله ان رده اسرع وقت. والله انا احس قليل بحقك انا. والله والله ما قصرت والله والله. اذا ما وقفنا معك. الله يعافيك. الله يسلمك. الله ان شاء الله ان رده اسرع وقت. الله يعيننا على رده. متى ما تيسرت ايش دعك؟ لا ترد على هني. جيت عاقبهم تعينك ان شاء الله. يا حبيبي لك تعقب الله يسعدك. خالد تميمي خالد تميمي. لا خلاص 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 والله خلاص والله خلاص خلاص بنروح ما قصر ابو صالح ما قصر خلاص والله خلاص بس باقي شوي يعني لا 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 تكمل انت لا عشان ما بيضغط خلاص ما بيضغطك ايش بتضغطني فيه؟ ما ابي اضغطك ماديا خلاص ايش ابيك ترتاح شهر كامل خلاص ايوه اسمع صل على النبي صل على النبي بكلم فارس وخلاص ابو رميح ابو رميح مو مقصر ان شاء الله انا هديت مع ابو رميح كلمتك يا عيال سمعت ان هي بيطلعون هنا 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 سمعت لها بيطلعون فجبت السياره وقفتها هنا بعيد عن الفله تماما بعيد في موقف بعيد فبوقفها هنا بكمل مع اللي ما كملت معهم وثم بعدين بجيب السياره اليوم الخميس قيمة اجيب لهم سيارة يوم الاحد ف
بسم الله. هلا ابو جسره. هلا بالشيخ. هلا ابو جسره يعرف يا اخوان. انا مدبر معها. بسم الله مدبر معي ابو شاي الله ينكبه. بسم الله. يلا الحمد لله. تعال تكفى. بمشي تكفى. ابي امشي. ما لبست خفانة طول عمرك تمشي حافي في الشوارع يا ولدتي. الحين وقفت ما لبست. يا اخي انا بيك ضروري مشكلة. ما مو بالسالفة. لا وشي بس صوتك. باي بصدع بك ترى. وشو؟ جاهز نصدع بك. بسلا. كم؟ شلون كم كذا طول؟ صلى النبي صلى الله. كم كم؟ بس يعني يمكن لو تشوف ليش يمكن تقتلني. وشو؟ أبشت السيارة. تم. صادق والله. والله تم. طيب شو ما نبقى لك كم المبلغ ناقصني عشان ما تعطيها وضعية فندام زي أبو خلود. خفك أمي أنا قاعد أحاول زي ما تقول أخذ من كل واحد شوي عشان ما يأثر عليه فهمت؟ تم. شوف المبلغ اللي. لا أنت اللي تقدر تعطيني أعطنيه ما راح أقول لك أعطني مبلغ. ما أبي أسوي نفسي إني أقول لك مثلا مبلغ ولا ما أنا ما أدري فهمت كيف أنت أصلا عايش ف. ما ابي اكون ضغط عليك ما ابي اي شيء اعطني تبي و خلاص تم جايك ترى بيبي بصراحه يعني إيه بكره بروح انا اليوم جاي الحين بحول الكاب ارقى فوق الكاب سفرده وش بنكك رياض خلاص تم بحول الكاب يا زين يا ما تقصر معي الحين بحول الكاب ما اتوقع توصلك الحين توصلك يوم الاحد لا تكفى المبلغ يمكن يصير كبير فهمت المبلغ كبير يوصل الكاب وتاخذه أصلاً بكره ليش بكره لان بكره المعارض على العموم شوف توصل توصل احد ما راح توصل المبلغ انا لو اني بقدر امسك الرجال لين مثلا لحد فهمت فحوصات ما فحوصات ابشر البنوك فهمت هذا تمشي كذا وش يمدينا حول كان اليوم طريقه معينه انت كم ناقصك ما راح اقول والله ما راح اقول والله ما والله يا ابو انا بعد خالد لانه هو نفس كلامك خالد بلو بعد ماذا بعد ما هذا خلاص انا وقفت وقفت اني اقول لاحد المبلغ ليش اقول المبلغ ثم فجأة ضغط على نفسه خالد سوى شيء صدعني يعني ندمت اني اتكلمت انا فاهمك انا فاهمك خالد انا فاهمك لكن انا ما ابي اعطيه وضعيه اللي عشان يعني اوه احنا اخويا تقول لا والله طز وال فهمت مو طز فهمت فاهمك والله اني فاهمك ابغى بس اعرف اول شيء قصص عشان بس اعرف المبلغ ما راح اقول لك والله ما راح اقول لك انا قلت ذا اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه والله لا تحول لي 100 ريال ما اقول لك شيء بالعكس تكفي وتوفي ما راح احول لك اقول لك تكفي وتوفي انا في بالي مبلغ بس اذا انت فهمت فهمت شو قال لي حق انا عندي فلوس مدخرات حلو حلو لا 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 تستخدم الفلوس اللي انت مدخرها لا حال ها عندي فلوس ما قاعد استخدمها انا لا في استثمارات ولا شيء فاهم اني اعطيها واحد يرجعها لي ما هي خساره طيب انا فاهمك حلو بس انا ابي افهم كم ودك بالضبط عطني تقدر عليه ما راح اقول لك مبلغ انا تقدر عليه حول لي اياه وان شاء الله اول ما ذا تزيل الامور اقدر اصدق عليك خلاص تم تم سل لي حسابك ممكن خلاص اوكي اسال على رقمك ايه واتساب يلا اخوان اللي قاعد يصير مستحيل اقسم بالله اللي قاعد يصير مستحيل انا قاعد اسجل جوال اقسم بالله صدعت يا ولد هذه اقسم بالله يا ساتر يا ساتر صدق طبعا يا اخوان ابراهيم في نتندو فبدق عليه وبشوف يعني هو الحين يدري اني انا ادري انه هو في نتندو هل إبراهيم راح يوقف معي أو ما راح يوقف معي أو وش راح يكون هو الوحيد إبراهيم اللي راح أكلمه هو يدري إنه مستحيل أكلمه الحين بشيء مو ضروري إذا رد علي إن شاء الله إنه الحين هو طالب رأيك اهلا بك في خدمة بدق ابو شايع وبقول اللي صار لنا ابو شايع مشى ابو شايع ما
ما قدر ادعي يعني. طن السيارة ومش يا ولد ما حولها باسمي ولا شيء يا ولد يا ولد مش هاي يا ولد شكله مقرب ولا كنا سوي مقرب في العيال الغير أكثر من المقرب تكون مش هاي تخيلك الآن الغير يقول خلص مقرب كنا رجع فلوس رجع سيارتي بموت تسوي نفسي ما يعمل نفسك ميت طيب يمكننا مشغول يمكننا نام يمكننا أي شيء ما راح قد كان وراها تحت الضغط أنا طيب الحين أخواننا الخميس 10:30 الليل الأغلب طلع الأغلب مشغول أنا الحين اللي أنا عارفه إني راح أقفل كل شيء يوم الأحد راح أروح حتى عند أبو شايع وإذا ما جا الفلة عشان نخلص نقل الملكية ونخلص الأشياء كلها كاملة وبإذن الله إذا أول ما يتم نقل الملكية إني أروح لأمي وأعطيها سيارة مثل ما جتني هدية والله أعطي أمي طبعا أمي يمكن تقول لها إني ممكن أشتري سيارة كانت تقول تعطيني سيارتي قول أي خير خير إن شاء الله أقسم بالله يا أمي إنك تجهز تجيك السيارة رجعت المشاعر كنت كابتها من اليوم ترى أقسم لك كنت كابتها اليوم أصور كابتها أقسم بالله ما أدري وشو يوم الأحد راح ننهي إن شاء الله المقطع اليوم الخميس يوم الأحد ننهي المقطع اللي كلهم طلعوا واللي راحوا لذا وزت سيارة وين دبيتها فادي قريح وحين لازم أروح بنبص صراحة في اليوكن بالسيارة لازم أنبسط فيها طيب يا أخوان اليوم موعود يوم الأحد بس أوريكم من يوم الأحد الأحد 10 ديسمبر دي خلني الحين بدي إبراهيم وبطلب منه 10,000 ريال عشان أخلص سيارة أشوف هل إبراهيم بيعطيني إياها أو لا طيب هلا روب برهوم كيف حالك؟ هلا بخير شلونك طيب وينك؟ في الغرفة في الفلة طيب برهوم شوف اسمع أنا تقرش شوي وما أدري شو أقول لك الصدق صح إن يا أخي صح إنك مسلفني قبل فترة 1500 لكن يا أخي بقي لي 10,000 وخلص السيارة تقدر تحول لي إياها أبشر تقدر تحول لي إياها الحين أبشر يا أخي والله العظيم صدق والله نحولها مكلام طيب عندك أيباني طيب لا والله ما عندي بس اللي أبشر بنا يلا تكفى بسرعة تكفى يلا أبشر يلا يا المستعين برسل الله إيماني عشان أذنت لكم أنه بيحول صدق كل حوالة جتني راح تطلع يا أخوان مو طبيعي أقسم لك جتني حوالات مو طبيعية يا الله يا وقفت العيال معي يا الله يا وقفت العيال معي مو طبيعية والله برسل الله إيماني الحين عشان يشوفني صدق صامل وش البنك يقول لي إبراهيم الرياض تكفى بسرعة طيب يا عيال أخوان أقسم بالله لا قاعد يصدقون بي بشكل إبراهيم قلت آخر واحد هو أنا إبراهيم بيحول لو محول أرسلت لحسابي قال لي وش البنك حقك وقلت له بسرعة هل هو بيحول بسرعة أو لا ليه الكاشات والله نطلع مطاني خنوا ما أدري يا أخي الله يسعدكم أقسم بالله صح إنه مقطع ولكن ما أدري أنا ودي وجهي هذا بس سعد يا عيال نزل كاميرتك تحت نزل كاميرتك تحت أعرف كسرات ما أفهم. سلي شو يقول إبراهيم؟ والحوال إبراهيم يا لبي إبراهيم يا. طب اسمع خلاص مو بلاط خل بس سعد. عافي اسمع يا خل. تدري شو قال يا عيال إبراهيم؟ بطلع لكم محادثة قدامي يقول حد التحويل 10,000 بجيب لك بطاقة اسحبها كاش. يا عيال. قلت له بدبرها قال والله ما تأخذ من غيري. قلت له ما عليك إبراهيم. قلت له ما عليك إبراهيم تتسهل اسمع أسأل سلي فوز إبراهيم يا خان سلي فوز شو يقول في إبراهيم يا ولد ما في شيء اسمه ما عليك والله العلي العظيم ما تأخذ إلا مني والله أنا حلفت بالله وينك بجيك بعطيك البطاقة لو تسحب الرصيد كامل فداك أبجيك وأعطيك البطاقة وينك أنت كل عم المرجع شوي وأقول لك ويني بروح عند الرجال وأرسل لك اللوكيشن يا اخوان ابراهيم قلت له شيء اقول لك انا ابراهيم الرجال ارسل لك اللوكيشن قال لي يلا يا اخوان ابراهيم اصبر نزل الكاميرا نزل الكاميرا على العربيه بس الكاميرا جاي نشوف انه ولا باين صلعت كذا حلو صلعتين تربيه
لا لا انت عادي خليك باين. لا لا اصبر عشان ما يدرون من صاحب السيارة. ثم الله انا لو انا لو انا لو انا هناك وقالوا ان هذا روب ما راح اصدق. من روب ما بيه مشون يعني والله ما اصدق. لكن ابو شايع بور والله العظيم شكرا من القلب والله والله شكرا من القلب. اقسم بالله ان هذا احلى ويكند عشت. ما غرف ارفر السيارة كل شيء رايح مكان كل شيء رايح مكان. خان السلام عليكم معكم رب صاحب البيان. الله الله عندي سيارة جديدة. الله اني مبسوط يا خان عندي سيارة جديدة. بالله يوم شريت سيارة كيف شعورك؟ حلو صح؟ ايوه الرايلة. كيف طول وجهتك هدية؟ وين احلى واحلى. الله بصراحة ابي ادخل ما فيني ودي ادخل. لا ودي ادخل عندهم في الغرفة السيارة والله العظيم. قربوا شوي ها؟ يلا نبي ندخل ما في نقرب ابو عشان بسوي ريكورد وبدخل. اه اوكي اوكي اجل الله اصبر. يلا طيب يا اخوان ضبط لنا دار الوضع ان ندخل الحين نجمع العيال. طبعا الحين العيال ايش يفكرون فيه؟ يفكرون انه هم اللي شارين السياره. كل اللي دفعوا وكل اللي حولوا لي انهم كلهم ساعدين في السياره. بدخل ما راح اقول لهم شيء. بعدين لما يشوفوا السياره ونفرح راح اقول لهم فلوسكم راح ترجع لكم كامله. انه يا اخوان ابو شايع باور تكفلوا بالسياره. بسم الله اقسم اني سعيد مره ترى. يما ما بيدخلها خايف عليها. خوف ما قدرت تدخل. ما ادري بداخله صح؟ عريضه. ما تخش. تخش الباب تخش تطلع فوق. هنا بس ما تدخل من الباب مستحيل. والله العظيم ما ادري هي تدخل ولا لا. ولكن سياره عريضه. والله اني ما عرفت وزنيتها لما الحين. خاف اني اجيب العيد. اصبر انا اتقدم اتقدم. بسم الله. الرحمن الرحيم. احس اني بوقفها هنا. ما بيدخلها. خاف اني ما اقدر ادخلها كبيره مره. قريبه السياره صح؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين يا اخوان. هذه اللحظه. يمه. ها. يلا. يلا يلا. يلا 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 عند الباب. يلا خش. يلا. ادخل ادخل يلا يا عيال. افتح الباب طيب. يلا. افتح الباب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الباب الثاني يا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقدر ادخل عيال اقدر اقدر. ما اقدر ادخل عيال ما اقدر. لا لا سعودية أغراض أغراض عايز أتغلى. إحنا من سيارتك. والله من سيارتي. ما شاء الله. مبروك. والله إنها حقتك. فيها شيء رب. يا عيال تكون. لا 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 خربتها. اتمتك اتمتك اتمتك. إيه ما هي موجودة بالكوك هذه. والله ما هي موجودة. لا بس بس بس. أصبر قشي 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 وين وين في واحد واحد راكب. ابعد روح مشوار. إيه قشي يا قشي قشي. أقول شيء، هذه السيارة جابوا لي إياها شونق وبور. قل والله. ركز معي. ركز معي. سلخ بالله. سويت تجربة في هالمقطع. أيوه. تجربة ما قد سويتها في حياتي. حلو. رحت طلبت من فارس وخالد وأبو نوح وأبو صالح. ما قلت وما أدري في واحد كثير طلبت منهم حولوا لي فلوس إني محتاج ناقصتني السيارة. أيوه. يا عيال. يعني ما طلعت غني. يا عيال. وصلتني حوالات صدعت. أسألك بالله. طلع فارس غني! طلع خالد!
ابو روح وين ابو روح؟ ابو روح وين؟ هذاك مقلب. ايه تنظرني. ايش السالفه؟ ما فهمت. اشترى السياره بفلوسهم. لا 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 ما اشترى بفلوس. مصاريك؟ شريت السياره. شرى لي شنق وباور السياره. ثم رحت لعيال قلت لهم يا عيال نقصني فلوس حولوني. طيب دق على ابراهيم قال كم تم والله لو جيك وين ناقصك فلوس بشيء جاي بيجيني الرياض كلهم حولوا لي وصل في رصيدي ما يقارب 90,000 ريال عيال ابراهيم قلت له حول لي 10,000 الحين ضروري محتاجه ادري ايش قال لي قال لي والله ما يحول 2500 بيجي اعطيك الطاقه ما الحد انا من متعود احول مبالغ كبيره خالد والله شكرا هسه في ناس ما كلمتهم ليش ايوه ليش انا ما كلمت صلى على النبي صلى على النبي اقسم بالله وانا اكلمهم ان وجهي بارد ما اعرف لا لا ما اعرف بارد لا لا يلا بعطيك بعطيك مسار الدمعه هنا يا نبي مستحي مستحي انا قلت بس مصيبه انا مستحي صدق ترى مستحي صدق ما احب اطلب طب احلى فعل من السياره اقسم بالله انها سيارتي من اعطاك اياها شلون قبوها والله العظيم يا اخي والله والله العظيم والله يا عيال فارس حول لي 30,000 ما شاء الله يا فارس وين لك مجمع فلوسك والله صديق 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 قل له كم حول ذا حول لي اعلى من قيمة الكريدة شلون والله في خبر حلو فلوسنا ترجع ايه ترجع ايه ايه حياة الغناء خالد انا اقول خالد اليوم اكل من الفيلا غريبه حتى مو من الفيلا رجال من غرفتي بس كيف صورت انت وين بدك تصور مداني اصور والله تستاهل اسمع ما شاء الله لونها مره حلو حلو خارجيه وداخليه ايه ما شاء الله مره حلو كحلي الغامق ما شاء الله ما شاء الله انت الحين زليت الحين زليت لو جيت تطلب مرة ثانية سلف مستحيل صح؟ لا بزود ارقام يمكن كراسي زيت صفر على اي شيء زيت صفر زيت صفر في الاخر يصير مطروح اتوقع مخالي بايخ مغطي السيارة شوي اطلع شيء والله مو هذا يعني دليل انه لازم تطلب بصل رب الكعبه يا ستاير ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله فارس عندك ستاير لا 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 لا, لا انا بعلم والله ثم والله ايوه انك لو تحط ملابس ولا شوزات ولا غرفه سيارته القديمه قالبها غرفه مشاريب مويه سيارته القديمه لمين لمين الام انا ما املك السوس لامي خاله مباوي خاله مباوي الله صادق صادق خاله مباوي استاهل صادق كبير والله هذا مشكله ها فايروس الدعس مو فيروس الدعس فيها هذه ملكه سويدي ملكه سويدي تصير اي سويدي كلها ما في الا بيهم واحد اسمع في عندك سبورت صادق والله ما قد شغلت ابد ما مداني توني ويكند لا والله مركب لا والله مركب غشيم ذا لا لا شوي شوي خل شوف شوف جرب جرب اوه اوه ايش المزح ذا؟ يعني يعني كذا صح؟ شوف لا تكفى الله يرحمك ايوه بس وريك الله يرحمهم اي بزين بزينها بوش اتوقع بفلوسك بفلوسك خب اسمع اقول خب 1000 ريال طيب لقيت لي لحم ضيت يا عيال روب 1997 غالي مره والله والله مين هذه روب 1997 بلاش ما شاء الله ما شاء الله يلا راح راح ليش ليش يا كلب ليش صدمني تعال صدمني يا كلب يا عيال اسمع صدمكينا طلع الخيرة ليش انا ما سويتها ما ابي انا ما سويتها فارس لا قهرني يا عيال قهرني يا كلب خير جربها انا ما سويت كذا خير جرب الاداء جرب الاداء جرب فيروسها جرب عندي مو بكذا فوق يلا انزل هذه أول مرة تسوق السيارة وآخر مرة. أوريك أنا خلني أسوق فيروس السريع. والله حلالك. تقاوم؟ تقاوم؟ يا كلب. والله هم لك الحمد. باقي بس بنوح، وبنوح يقولون تعبانة شوي. أنتظر بس يصحى من النوم. بصور معه وبقول له
شكرا لكم على المشاهده. وصلنا هنا باقي ابو شايع بروح له احول له يحول السياره باسمي. باقي ما حولها معي. هل تدرون عيال لما احنا ابو شايع ما حول السياره باسمي؟ يا رب يا رب. تخيل مقلب اموت كل هذه الفرحه وين واعطيت سيارتي بجيب اوبر اصير اجيب اوبر اضمن. لا ماني محولها. بس اي والله ذكريات السوسو. ذكريات والله تدري مار اللي فيها روب تدرون قبل كم؟ قبل 7 سنوات. اي والله العظيم اول ما نزلت اول ما طلعتها اي إيه. لا لا مو بكذا عشان مره عيال مره كذا مره شلون فل اضاءات فاتح الدريشه وكذا مشخص عليه. الحين احنا مره كافيتك برجع خلني اتذكر والله قبل 7 سنوات 7 سنوات بعد 7 سنوات. اللهم لك الحمد يا اخوان. شكرا من القلب. شكرا 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 العيال هنا اقسم بالله اثبتوا لي اشياء كثيره مره. فعلا عائله والله فعلا عائله. شكرا شونق بور. شكرا عزيز المشاهد انك وصلت لهالمرحله الفيديو. باقي ابو نوح وان شاء الله بس يطيب شوي ونصور مع الجزئيه هذه لانه هو لما الحين ما يدري عن اي شيء. ونشوف مقطع جديد ابو صالح يا اخوان. حول له 10,000 الغني الاداري. والله موجود في الفيديو. والله 10,000 يا اخوان والله قليله. اقسم بالله ايش كم فينا كمل كم في الشهر؟ قبل 3 ايام 9 يوم 9 حول لي 10,000. كم راتبك ابو صالح؟ انت محول لي والله. مبروك مبروك مبروك. انا مني انا محول يا اخي راتب فلوسي. حتى الدايم محوص صح؟ ابو نوح ابو نوح تعال شوي باخذك شوي. كنت اول شيء ما كنت معنا بس سمعت اشياء صح؟ الصدق اني ايوه كنت نايم والله كنت نايم. قالوا انك تعبان شوي. واو انا والله تعبان لي فتره ما ادري وش فيني المرض يمكن عشان الشتاء وكذا. يا اخي انا بقول لك شيء ايه؟ انا تدري انه مناعتي شوي ضعيفه. يا سلام. في اي فيروس يجي اي مرض يجي على طول مثلا ما شاء الله جسمي يقول يا مرحبا ما يتحمل الله. اي فانا دائما اتعب دائما امرض دائما دائما حتى الى الان. شوف لو تلاحظ صوتي نفس الشيء من له فتره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله البركه. سامي ابو نوح البركه ما شاء الله. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ناكد اللي يبغى اللي يبغى يشوف حصريه اللي يبغى يشوف صوره اللوحه حقت روب موجوده عندي بالانستغرام. سوي لها بلور عشان تجيني صوره بلور عنده بالانستغرام. واللي يبغى يشوفها اصبر يا الهي فضح ام السياره. اللوحه مميزه لا مو مميزه طبعا. اصبر ولا خلها مميزه عشان يجونك. يلا تم اللوحه مميزه يا جماعه. يا ساتر اللي يبغى يشوفها موجود حساب بالانستغرام بلور خل ابو منتج طول المقطع. طيب ابو نوح اركب السياره. طبعا ما اقدر اتحرك فيها لانه في واحد ساد عليك. صح اركب وتعال قدام مصور شغل الموتر. شفت اي شفت شفت شوف لاحظ معي عزيز المتابع ترى في شيء. شوف اسمع اسمع الصوت. يا سلام. شفت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يا الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا ليش ما اشتغلت؟ ايوه سكلبا سكلبا اللي عندك سكلبا ما شاء الله خالي. طيب طبعا يا جماعه انا اقول روب خالي لا تحسبونه خالي فعلا. هو ملقبني هذا قبل 6 7 سنوات خالي فدائما انا اذا جيت انادي انادي خالي. ففي كثير يقولون اوه روب يسوون تحليلات فانا هذا الشيء الصدق يعني لازم تعرفون هذه النقاط. انا مو هو مو خالي. فهذه نقطه نقاط لازم نتفاهم فيها. طيب هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. اللهم والله يبعد عنك العين تذكر اذكر الله تحصن. والله العظيم انها ترى هذا الشيء مره 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 مهم. والله العظيم ما شاء الله. بمناسبه ايش طيب؟ بمناسبه ايش؟ طب خليني اقول لك بمناسبه اني فزت تحدي شنق. ايوه ابو نوح الشيء اللي ما ادري عنه تحركت لا محطوط بي معك. الشيء اللي ما ادري عنه ابو نوح اي اني يوم كنت اطلبك فلوس كنت قاعد اصور مقطع. لا لا والله لا ما انت بصادق والله صادق والله. والله يا ابو نوح كنت قاعد اصور مقطع. اسالك بالله اقسم بالله والله العظيم انك ما تستحي. قسما بالله العظيم انك ما تستحي. الشيء ابو نوح اني انا اوكي ابو نوح بيساعدني بس صدمتني مو ساعدتني لا صدمتني يا الله. طيب
ما حلفتني اقسم بالله قسما بالله شف والله والله يا رب بس هذا ما يطلع حتى اوكي يوريني شيء يا اخوان وش راح يمكلمه لا لا اوكي اوكي رحت تكلمت طيب ترى بقول لك شيء ايوه انا قلت لك رحت تكلمت ايوه قلت والله العظيم يعني عيب عادي عادي طب انا مطلعها طرف المكتب من اقول لك مطلع اي من اقول لك قدام طيب. هو اصلا متفقين وياه يعني متفقين اي متفقين رحت له ايوه راح لشنق يا اخوان عشان تكون واضح رحت له في الواتس ايوه قلت له احمد وش السالفه؟ روب جايني من ضرب وجه والله العظيم ان ان اني انا وانت تكلمني ابى اقول لك شيء وانت تكلمني كنت منقهر من احمد ضاق صدرك والله العظيم يا روب اني كنت منضغط في قلبي من احمد احمد هذه من عوايده احمد مب من عوايده كيف صدقتني يا اخي الصدق والله ما اكذب عليك ابى اقول لك انا جاء في بالي شيء قلت الحين انت قلت لي انه احمد انه قال لنا مقلب ايوه ما قلبني في البداية انا جيت قلت اكيد في موضوعين حلو يا ان احمد ما حط الابرة فمستحيل معناته انك تلقاها اوكي او انت اضطريت على انك تحط ابرة من عندك يا سلام حلو وتاخذها وتقول لقيتها فاحمد جاء قال انا ما حطيت اصلا تسوقها علي معناته انا ما حطيت ما قلب حلو فهمت هذا اللي جاء في مخي يا سلام عرفت شلون جالس احلل رايح بعيد والله حللت مره كثير رايح بعيد تحليل ما حد فكر فيه فجيت قلت اقسم بالله الاثنين وسخين اذا سووا هالحركه فهمت بس فعلا يعني المفروض دام انك انت لقيتها المفروض احمد توفي يا سلام عليك دام انه حلفك انت قلت انه حلفك حلفني اي حلفك وانت حلفت وانك لقيتها وصلت له درايف كامل المفروض ان احمد يعطيك اياها فصدق انا كنت كذا قلبي شوي في يعني ليش احمد وكنت مصدقني ما اجي اكلمك لاني اقسم بالله العظيم صدقك مليون بالمليار مصدقك مليون بالمليار والله العظيم يا رب مو مصدقك وبس ابوي جاء كلمني على موضوع فلوس قلت له موقفين شيخ تمام موقفين يعني عرفت الدرجه هذه ابونا اقسم بالله انا يوم طلبتك كنت متوقع الصدق شيء واحد انك تعطيني الصدق يعني مبلغ بسيط حلو؟ لاني انا اصلا ما كنت ابي اقول لك الرقم اللي ناقصني، لاني متوهق ما ادري ايش اقول. فهبت لك 60,000، هبت لك رقم. يعني خلني اقول ايش شو بسوي؟ يوم اني قلت بحولها انا تغير وجهي ترى تغير وجهي صدق. يعطيك رقم عشان ما تحول لي. يا الله والله العظيم يا الله. يا الله يا رب يا مكستمتي قسما بالله. طيب افجاك قال اصور من السطح عشان والله ما تشوف الكاميرا لو تموت. عكسك فوق شكلك يلعن استغفر الله قسما بالله العظيم يا رب اني ما توقعته ولا 1% والله ما توقعته ولا 1% انا شوف انا يوم كنت نايم سمعت صوت سياره تحت فلات قبل شوي اي سمعت صوت سياره دريت ان السياره جت اي بس تحسب انك يعني روب سوى الشيء اللي دريت اي وكنت نايم عرفت فيوم جاء كلمني ابو صالح قلت اوكي خلا يلا خلني شوي بس وش واظبط وجهي اقسم بالله العظيم يا الله يا الله والله يا رب انك صدمتني والله بس والله, يا أخي والله العظيم يا اخي قهر يا اخي لا تحطني بشيء زي كذا يا اخي الحين شيء واحد عرفت وش ان اقسم بالله عندي ناس اعتز عليهم الله يسعدك اي والله العظيم قسم بالله لا العظيم يا محمد هذه بعيدا عن اي شيء يعني انا جيت كلمتك بدون ريكورد يعني انا كنت اتكلم معك انت تكلمني بدون ريكورد انا كنت اعرف انه في ريكورد بس انت مو عارف انا والله العظيم ما ادري ايوه انت مو عارف لا انت ولا كذا واحد من العيال عارفين مع ذلك وقفت ما يوقفه اقسم بالله يا ابو نوح اني قاعد افكر يعني شلون ارد لهم جميل ذولي مع انه ما قطع قدام العالم لكن شلون صدحت وقفت معي وقف اقسم بالله قاعد اقول يا الله ايش اسوي حطتوني موقف ترى انا ما اكلمك وجهي منقلب مو منقلب لاني قهوه قرصيه مقطع قاعد امثل لا منقلب صدق اني اطلب منك فهمت انا ويوم اني قلت لي ابشر يا ويلي ايش اسوي فهمت كنت اتمنى تقول لي لا اتمنى تقول لي لا عشان ارتاح فهمت خلاص والله رب انك صدمتني مره 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 صرت انزل زبا والله لازم احضنك والله على العموم اقسم بالله يا ابو نوح والله انا وقفتك قسم بالله مستحيل قسم بالله يا رب انك صدمتني وهذا بعيد عن الكاب قسم بالله انك تهزأت شوي يا احمد ترى انا جبتك مكلم احمد كثير بلا ما ايش قال لك وشو هو ايش قال لك
قال مقلب ومدري ايش وانا ذا وابغى اسوي مقالب. اسوي مقلب. قلت الساعه كم كلمه؟ يا اخي ما اذكر والله. كلمني الساعه 11. قال لي وش صار معك؟ قلت له والله صارت اشياء ما اقدر. كم؟ كم بالضبط؟ كم كلمه؟ اي ام كلمه اصبر. مكلمه 11 دقيقة، شوف متى مكلمكو. مو بالجوال. كلمه 11 20 دقيقة أنا. الساعة 12. الساعة 12. إيه. كلمة 11 20 دقيقة. إيه. لا، والله هذه هو. ها كيف الأمور؟ كم كلمك؟ 11 20 دقيقة، معناته أول 26 دقيقة رسمي. أول ما خلصت منه، أول ما خلصت منه إيش يسمونه؟ 21 أنت 26. شوف شوف والله في شيء أنا ما أبغى ما راح ينذكر. شوف شوف والله عشان تدري إنه هذا ما راح يطلع عدني محمد ما راح يطلع. طيب هرمي. كويس هرمي. شوف عشان تدري ان الموضوع صدق مره والله العظيم يا محمد عشان تدري الموضوع صدق انا في خاطري والله ما ودي انه يطلع ما ودي انه يطلع. قلت له ليش سويت كذا؟ ليش تسوي كذا انت تعرف يا اخي اقلها يا اخي كذا اقلها خلا سوي شيء. اي يا اخي اقسم بالله العظيم اني انقهرت انا منقهر انا اكلمه انا منقهر تراني منقهر والله العظيم اني منقهر مره عرفت يا اخي شفت الكلام الواجد دريت انك صدق من غفن. اي لازم تدري المشكله انه يا جماعه لازم تعرفون النقطه انه الكلام اللي بالوات ما اقدر اطلعه لانه محمد ما يبغى اطلعه. صح والله العظيم تدرون ما عندي مشكله بقولها لا 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 تبي تحط عليها طوط حط عليها طوط الادمي تمام حط يبي يغير حط فهذا ابسط الاشياء اللي احنا نسويها له اذا تبي تحط طوط انا امامك ابسط الاشياء اللي حطها له بس هذه تطلع ربي يا بنوح اقسم بالله يا بنوح اني احبك والله العظيم والله العظيم قسم بالله اقسم بالله وقفتكم هذه اثبتت انه مو احنا بس هنا مجتمعين كذا لا اثبتت انه صدق عائله هنا قاعدين تستاهل والله العظيم اني ما ادري وش اقول اني راجع لاهلي في البيت اقول لهم العيال حرجوني تخيل اني راجع البيت اكلمهم اقول لهم ما ادري ايش اسوي اقول ما ادري اسوي خلاص ما ادري الحين انا موقف ما ادري ايش اسوي اقسم بالله ان وانا راجع ان في عيوني فيها الدمع قد ايش هذا الموقف اثر فيني بشكل والله العظيم والله محمد انت تدري كم لي اعرفك الحين لا بس يعني شوف اسمعني من زمان اول شيء اعرفك وشيء ثاني في ناس يعرفون بعض من سنين ما يوقفون معنا لا 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 والله لا العظيم والله العظيم محمد اقسم بالله قسم بالله العظيم ان الواحد يدور الفرصه اللي زي كذا والله العظيم كل احب بنيك قسما بالله العظيم والله تستاهل خيرها وان شاء الله اهم شيء لا تخرب بس قدوا عليها والله اقرا اذكر الله يا اخوان شغل ايات الكرسي مشغل كويس ممتاز اذكر الله يا اخوان وحاب اشكر اخواني في الفله وباقي ابو شايه ما حولها باسمي لما الحين لازم تحولها ابو شايه عشان ما يصير صدق مقلب فيني الله يحفظك الله والله عاد يسويها احمد اخر جزيره راح تسمى الحواله والله ما اقفل المقطع هذا لما تصير فيه الحواله واجيبكم مقطع جديد يا اخوان والله انها صارت والله العظيم انها صارت طيب صح اني قعد كم يوم ولكن نقل السيارة باسمي والله انه سواها ابو شايع طبعا صاح من النوم على طول على البيت والله على البيت عشان اوفي بوعدي انا وش قلت اذا ابو شايع صدق نقل السيارة باسمي طبعا انا كنت متخوف شوي 1% انه مقلب اذا نقل السيارة باسمي راح اعطي سيارتي القديمة امي انا الحين عند البيت وشوف شوف شوف هنا استمرت السيارة والله انها صارت باسمي الله انها صارت باسمي والله العظيم شكرا باور ابو شايع بسم الله شكرا والله انها كثير اخوان والله شكرا والله العظيم شكرا الحين بدخل ان شاء الله اني القى امي انا ما لقيتها بيتاخر الوضع شوي لكن ان شاء الله اني القاها اتوقع انها بتكون موجوده وراح اسلمها مفتاح السنوات وينها سلمها مفتاح السناد هذا مفتاح السناد راح اسلمها خلاص سيارة لها فيا رب اني القاها جوا اقعد يا رب اقعد سيارتك شفت اذكر السناد كنت ارجعها رجع ف بسم الله الرحمن الرحيم امي في يوم ما لقيتها استغليت الوضع وسويت رحت وغسلت السياره غسلتها بالكامل وان شاء الله انها تكون نهجت الحين أبشركم سمعت صوت الوالدة هنا هلا أم متعب هلا حبيبي هلا بس خلنا نشغل النور عشان أبين هلا بالشيخة أنا قلت شيء في المقطع حلو قلت عشان جتني سيارة هدية
راح اعطي امتهم اغلى شيء عندي اللي هي السياره. اي والله العظيم هذه السياره تم تسليمها لامتي. لبى قلبك شكرا من زود ان شاء الله. يا خلاص سياره سيارتس وانا مالي شغل. انا حطيت حلف عندي وعد ان جتني السياره كان صدق هديه وجاني. طبعا الرخصه تحولت باسمي كل شيء باسمي صارت خلاص رسميا حلالي الحين. هذه السياره حلالس كثر خيرك. عاد السياره ترى باسم ابوي ترى مو باسمي يعني حولها ابوي. التحويل الاسم من عند ابوي هذا مو من عندي عاد. فحلالس والله يبارك لك فيه ترى يعني الله يبارك في عمرك ويكثر خيرك. قاعد اسمعي ما تصير اكرم مني. والله ما تصير اكرم مني انت كريم. أيوة. وانا استاهل. ايوه وانا السياره هذه الماجد. اوه العائله ارضيها ماجد اخوي الشاعل وعبد الله. الله جد تستاهل الخير. انا اعطيت لهم السياره والسياره جت لاخوي سبحان الله. يستاهل الله يبارك لك فيها ان شاء الله. ابو عبد الله اسلم اسمع هذه معلومه تو الحين صارت. وشي بس؟ اعطيت امي السياره. ايوه وقالت امي والله انك متى بكرم مني والله انها الماجد. والله كفو والله. صدق والله والله العظيم انه صدق. السيارة صارت حلالك ترى. كفو والله. تعال واستلمها يا ابو عبد الله تستاهل. الله كفو والله تقولين طولين والله. لب قلبك جني ما خلى منكم. والله مفاجأة يا مال. انا والله تفاجأت الصدق ما توقعت. سلمت انا الحين. انا جيت اسلمها قاعد اصور مقطع واسلمها السيارة قالت والله ما انت بكرم مني ان السيارة الماجد. كفو والله تستاهل كل خير. جني فدوة بس. راح اكمل احتفالات انا واخوي والعائله والاشياء هذه الطيبه في السناب هي راح يكون موجود. تشوفون اخوي مع السياره والله يبارك له فيها ان شاء الله. والله العظيم ان هذه من احلى الفترات اللي موجوده. اللهم لك الحمد. شكرا لدعمكم. اشوفكم مقطع جديد. السلام عليكم.